ماذا ما المقدار المسألة التي بعد ذلك؟ ما المقدار المجزي في القراءة؟ الله تبارك وتعالى أمرنا أن نقرأ ما تيسر من القرآن، ما تيسر من القرآن، فاقرأوا ما تيسر من القرآن. وهذا المتيسر يعني لا يستطيع الإنسان أن يعني يحدده بحد أقصى، ولكن اختلف الفقهاء في أقل ما يجزي، الأقصى في أكثر هذا مفتوح له، لكن اختلفوا في تحديد الأقل، أن هذا مما تيسر، فمن أدى هذا فيكفيه، أما من أراد الزيادة فله أن يزيد، لكن اختلفوا فيه في ماذا يتحقق. فذهب بعض العلماء إلى القول بأنه يكفيه ثلاث آيات، ثلاث آيات هذا أقل ما يجزي، وذهب بعض الفقهاء إلى القول بأنه تجزيه آيتان، وذهب بعض الفقهاء إلى أنه تجزيه آية واحدة تامة المعنى، وذهب بعض الفقهاء إلى التفصيل، قالوا في المغرب تجزيه آية واحدة، فإن قرأ بعد الفاتحة آية واحدة تامة المعنى أجزأه ذلك، وأما في العشاء فلا يجزيه أقل من آيتين، فتجزيه الآيتان، فإذا قرأ آيتين أجزأه ذلك، وأما في الفجر فلا يجزيه أقل من ثلاث آيات، هكذا قالوا. والقول الصحيح وهو أوسط الأقوال، وهو أن الإنسان يجزيه أن يقرأ بعد الفاتحة آية تامة المعنى غير مرتبطة بمعناها أو غير متعلقة في معناها بالتي قبلها والتي بعدها، أن تكون آية تامة المعنى. وقد تكون الآية الواحدة المرقمة طويلة، ولكنها تتكون من آيات أو من مقاطع تامة المعنى، كآية الكرسي مثلا، آية الكرسي فيها تعظيم الله تبارك وتعالى، وفيها تسبيح الله تبارك وتعالى، وفيها تنزيه الله سبحانه وتعالى، وفيها الاعتراف لله سبحانه وتعالى، فهذه فيها مقاطع، فإذا اقتصر الإنسان على مقطع من المقاطع التي فيها أجزأه ذلك، لأن كل مقطع منها منفصل عن الآخر. كذلك آيات الدين نفس الحكم وهكذا. فإذا كانت هذه الآية تامة المعنى تؤدي المعنى كاملا، ففي هذه الحالة ماذا يعني تجزي في الصلاة، تجزي في الصلاة. وقد تكون الآيات طويلة والمعنى لم يتم بعد، فهنا لابد كالآيات التي يأتي فيها القسم، والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها، ماذا بعد ذلك إذا اقتصر الإنسان على ذلك، والشمس وضحاها، طيب وبعد ذلك قال هذه آية، هذا قسم، هل جواب قسم، هل جواب واو القسم، هل جواب القسم، لا بد أن يتم بعد 11 قسما، يتم الجواب هناك، واضح؟ فإذا العبرة بتمام المعنى، العبرة بتمام المعنى، فقد يتم المعنى في بعض الآية، وقد يتم المعنى في ماذا؟ في آية ونصف، في هذه الآية وتكملتها في الآية الأخرى وهكذا.